طبق من اللحمه الضاني ولكن من الدوش والرقبه بتاعت المعزه. احنا كنا جايبين امبارح جدي ذبحناه وخدنا منه امبارح الكتف، وبعد كده خدنا الرقبه والدوش بتاعه عشان هنعمل منه طبق صحي. ليه؟ لان انتوا عارفين ان اخف اللحوم في كل اللحوم هي الماعز والبتلو، عشان كده احنا النهارده هنعمل بالماعز ده طبق برضو زي ما بنقول كده ني في ني، هيعجبكم قوي. هقول مقاديره وبعد كده، لان الطبق ده هو المين كورس، بس هنبدا بيه عشان ياخد وقته في التسويه. وبعد ما نكمل مع بعض يا دكتور ليندا هتتكلم على مواصفات الطبق ده، وهسالها اسئله كتير جدا لكل مرضى وخصوصا العيد يعملوا فيه ايه. انا عندي كيلو من الدوش من او الرقبه البتلو، من الرقبه سوري من الرقبه الماعز او الدوش، يا اما دوش يا اما رقبه معز، ونص كيلو من البصل، وعندي كمان 3 جزرات وكوبايه طماطم مبشوره وثلاث ثمرات من الفلفل الالوان، وعندنا معلقه زعتر ورشه بهارات ومعلقتين زيت زيتون، وهنقدمه مع نص كيلو من البطاطس المشويه. هقول تاني سريعا، موضوع بسيط قوي ونعمله في اقل وقت. كمان عندي كيلو، بس ما شاء الله اكتر من كيلو دوت، كيلو من الرقبه اهي، او الدوش الرقبه او الدوش بتاعه الجدي اللي احنا كنا جايبينه او الماعز. عندي كمان نص كيلو من البصل وثلاث جزرات متقطعين شرايح وثلاث ثمرات فلفل وكوبايه من الطماطم المبشوره ومعلقتين زعتر ونص معلقه بهارات ومعلقتين من زيت الزيتون، وهنقدمه مع البطاطس المشويه. كل اللي انا هعمله ايه؟ لو شاكك ان هنا الماعز ده او الضاني فيه شويه من الدهون، هاخده كده نرش عليه رشه من البهارات صغيره، ونرش عليه رشه من الزعتر، ونديله شويه ملح وشويه فلفل، ونحطه على طاسه سخنه بدون اي اضافات، يعني ما فيهوش لا زبده ولا زيت. يعني هناخد كده نرص في الطاسه بتاعتنا، اولا لو في نسبه دهون تنزل، وكمان يبقى كمان اخد لون اهو. اتفضل يا دكتور. هي الطريقه دي بصراحه يا شيف يسري هايله، ان احنا ازاي نتخلص من الدهون، وخاصه ان الناس في العيد كل سنه وهم طيبين بيحبوا الضاني، من اكتر اللحوم اللي احنا يعني بناكلها في وقت العيد. فدي طريقه ان احنا نقلل كميه الدهون اللي موجوده، وفي نفس الوقت بنخلي التتبيله بتاعتها تبقى احلى كمان. فدايما بنقول ان احنا ازاي ناكل اكل اللي احنا بنحبه لكن باقل المخاطر. اقل المخاطر دي دايما فيها ابتكارات، زي الفكره اللي الشيف يسري الحقيقه عاملها بجد، فكره هايله جدا. ان احنا ازاي تخلصنا من جزء من الدهون. الماعز من اقل اللحوم اللي فيها دهون كلحمه حمراء. بيجي اللحمه الضاني هي من اكتر انواع اللحوم اللي فيها دهون، بس بتاعت الخرفان. ما انا قلت اللحمه الضاني. اللحمه الضاني هي اكتر واحده فيها دهون، الدهن فيها عالي جدا، فاحنا بنخاف منها، وخاصه للناس اللي عندها يعني مشكله صحيه. يعني الناس بتاعت الرجيم ماشي، هنقول لهم في العيد هيبقى ماشي الحال، ممكن ياكلوا مره. مفيش مشكله. بص، دايما في العيد او في المناسبات، يعني من الاخطاء الفادحه في الرجيم ان احنا نيجي نقول للناس دي تلتزم بالرجيم وقتها. جميل. طب هاخد تليفون ونرجع لحضرتك يا دكتور. معانا مدام حنان، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا شيف يوسف. صباح الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ الله يخليكي، وسلام لبورسعيد وحبايبنا في بورسعيد واهلنا في بورسعيد. ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. انا حاولت اكلمك امبارح ما عرفتش، كانت الحلقه حلوه قوي كالعاده. انا اللي خسرت. ربنا يخليك. بصبح طبعا على ضيفه حضرتك على الدكتوره اللي معاك. صباح الخير يا دكتور. بتصبح عليك يا دكتور. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اتفضلي يا مدام حنان. لا انا بصبح عليك بس شيف يسري، وبسلم عليك، وان شاء الله حلقه موفقه كالعاده. الله يخليك، ربنا يكرمك. ميرسي على ذوقك. ميرسي على ذوقك. بشكرك يا مدام حنان، واحنا سعداء بسماع صوتك. وهم البورسعيديه كلهم ذوق كده. والله يعني انا بحب البورسعيديه قوي، لان انا اتولدت هناك. هم كده ناس جميله يعني. والله يعني عندهم بساطه، وعندهم يعني استقبال، وعندهم كرم حلو قوي بصراحه. يعني انا كنت اتمنى اعيش حياتي في اسكندريه او بورسعيد. ممكن نوزعها يعني عشان تاكل سمك وجمبري طول النهار. طيب يا دكتور، دلوقتي الطريقه اللي انت حضرتك قلنا احنا عملناها دي كويسه، لان انا بنزل طبعا اي دهون موجوده عندي على النار بدون اي اضافات. مظبوط.
طيب التركيبه بعد كده هتبقى كلها ني في ني. وده احسن. ده كمان انا هنا بدخلها في السوى، يعني باخد جزء منها كده، لما نقلبها كده هتلاقوا ايه، دخلت خدت لونها اهي كده، ممكن تخش في السوى بعد شويه، ما تاخدش وقت كتير. بس انا طبعا زي ما بقول لكم اهم حاجه ان احنا بننزل جزء كبير من الدهون الموجوده جواها مهما كانت. محدش يضحك عليكم ويقول لكم لحمه حمراء ما فيهاش دهون. الامسجه بتاعت اللحمه فيها طبعا دهون. طيب عايزين بقى نتكلم يا دكتور اول حاجه عن اللي بيعملوا دايت، ياكل مش قد ايه؟ ما هو العيد 4 ايام اجازه واحنا قاعدين عندنا لحمه كتير وعايزين نشوي كل يوم. ممكن ياكل الاربع ايام؟ طبعا. وياكل نسبه قد ايه بقى؟ هي الفكره دايما، عارف الشيف يسري، يعني هي الفكره ان الناس دايما متخيله ان الرجيم ده ان هما ما ياكلوش، يعني واحنا بنقول ده خلاص تقريبا المفهوم ده هو حرمان. الحرمان، وده مش صح. احنا بنقول الاهم من ده ان انا اغير طريقه الطبخ بتاعتي، طريقه تغيير الطهي او اختراع طرق ان انا اخلي الاكل بتاعي اخف او ان انا استعمل دهون اخف. يعني هي دي الفكره، احنا لما بنبتدي بتصحيح الاخطاء دي بنوصل لنتائج من غير مجهود، والله من غير مجهود، يعني بنوصل لنتائج كويسه جدا. يعني زي ما احنا دلوقتي في العيد مستحيل نقول للناس انها ما تاكلش فته او ما تاكلش اللحمه او الـ او الـ او الـ او الضاني والكلام ده، لكن احنا نقول لهم طريقه زي اللي احنا عملناها دي كويسه، نقول لهم ان الشوي بالنسبه للضاني احسن حاجه، نقول لهم بالنسبه للفته مش لازم نحمر العيش، يعني ممكن نحمص العيش مثلا. جميل. واحنا بنعمل الرز هنقول هنحمره ازاي دلوقتي تمام. بس بعد ما ناخد معانا مدام هدى. اهلا بحضرتك. صباح الخير شيف يوسف. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ متشكرين جدا على الحاجات الحلوه اللي انت بتقدمها لنا. عليه بس، ده اقل ما ينبغي عمله مع حضراتكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. الله. لو سمحت شيف يوسف، انت امبارح عملت بطاطس مع الرز وال عايزه اعرف طريقتها لو سمحت. حاضر من عينيا. حاضر حاضر. اللي احنا عملناه امبارح. حاضر. شكرا. من عينيا. حاضر. تحت امرك. بشكرك مدام هدى على اتصالك. هنكمل مع دكتور ليندا دلوقتي. انا حطيت هنا الغطا ليه؟ علشان احبس البخار يساعد على التسويه برضو، يعني يبقى كده انا بستفاد من ناحيتين، ان انا كده اهو حطيت الغطا فبحبس البخار يساعد على التسويه، وفي نفس الوقت بنزل نسبه الدهون. لو بصينا تحت كده هتلاقوا في دهون اهي، مع ان احنا قلنا ان ده لحم ماعز ما فيهوش دهون خالص. فزي ما انتم شايفين، شفتوا بقى هنا في دهون جت بتتكوم اهي مع بعض. احنا كده خففنا نسبه الدهون. هنعمل ايه دلوقتي؟ حاجه هنا ونروح بقى على الطريقه السهله بتاعتنا دي، نرفع الغطا وناخد نص كميه البصل. طب يا شيف يسري، انت مش هتحط حاجه عليه؟ لا، هتشوفوا دلوقتي. ادي نص كميه البصل على الارضيه على طول، ونفردها كده، وناخد معلقه من زيت الزيتون. ما احنا قلنا في معلقتين زيت زيتون، وبعدين الجزر كله ونفرده ني في ني زي ما قلنا، وبعدين نص كميه الفلفل، وبعدين نص كميه الطماطم المبشوره، واقوم رافع دي كده بقى من على النار، حاططها راسسها. ليه؟ لان احنا كده خلاص نزلنا الدهون اللي انا الزياده اللي عندي اهو. المرة دي بقى مش هنقول لا هناخد البهاريز ولا ناخد الحاجات دي، مش محتاجينها، لأن احنا قلنا مش عايزين الدهون الموجودة دي خالص. خلاص هنرفع دي كده من على النار، وبعدين نحط كل الحاجات اللي كانت عندي بقى الباقية أهو، عليها البصل، وبعدين نكمل كده أخيرا فقية الطماطم، شوية ملح، وشوية الفلفل، وشوية البهارات بقيتهم اللي كانوا عندي، وبعدين الزعتر. طب ايه حكاية البطاطس المشوية اللي احنا عاملينها دي؟ دي هتتقدم معاها اهو، ونقفل عليها ونسيبها كده لما تكمل تسويتها. احنا ما تنسوش ان احنا خليناها مستوية بنسبة قد ايه؟ على الاقل خدت 20% سوا على النار الطبيعية، بعد كده هتكمل 80% سوا، هنسيبها براحتها بقى تستوي ونروح لدكتور.